طيب باعتقادك دكتور البرقاوي، هل من الممكن أن يفشل اليوم الاستفتاء الشعبي مخططات قيس سعيد، باعتبار أن هناك نسبة قليلة جدا، حكيت حضرتك 5% فقط من يؤيدون قرارات السعيد، إذن هل يفشل هذا الاستفتاء مخططات سعيد؟ للأسف أقول حتى ولو شارك في هذا الاستفتاء 1 فاصل فقط، سيقول الرئيس السلطة الحالية أنهم شاركوا بالملايين، كما أشار في شهر أظن 2 أو 3 قال أن المظاهرات المؤيدة لسياستي كانت 1.8 مليون، وهم قلة قليلة مئات من الأفراد. بالتالي أنا أقول الاستفتاء كيف يجب إلغاءه، كيف يجب مواجهته، ليس بأدوات تقليدية. أقول هناك للأسف ما زال يستمع إلى خطاباته، وللأسف من القوى الصلبة ربما، وهو كما تعلم سيدي الكريم هو القائد الأعلى للقوات المسلحة سواء كانت العسكرية أو الأمنية، وبالتالي للأسف بعض القيادات إلى الآن لم تستطع الخروج عن أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتالي تنفذ سياساته. فنحن أمام محطة متشابكة وغير واضحة المعالم. حتى الأميرال كامل العكروت كان بودي أن يقول لست متفقا مع هذا التمشي، وقد استمعت إلى مقابلته على أحد الإذاعات التونسية يقول لم أفهم هذا الدستور الذي جهز لمدة أسبوعين ولا يلبي حتى حد أدنى من الدساتير المعلومة في المجتمعات. يعني تونس الرائدة بدستورها في 1800 وكذا، ليس فقط تونس سباقة لوضع الدساتير ويحتذى به ليس فقط في العالم العربي وإنما في مجتمعات راقية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن قيس سعيد جهز لنا الآن دستورا لمدة من خلال أسبوعين فقط، ويرأسه السيد صادق بالعيد الذي يريد أن يظهر في الإعلام ويريد أن يأخذ وكأنه يأخذ بالطأر، لأنه يعني لم تلتفت إليه النخبة مدة أكثر من 20 سنة، لا في العصر النظام السابق الدكتاتوري ولا بعد الثورة التونسية، وهو كأن هذا التمشي لهذا المثقف تشفي في النخبة التونسية التي لم تدعوه. بالتالي للأسف نحن نقول الآن تونس همشت، تونس الآن أصبحت للأسف نموذج سيء للديمقراطية، نموذج سيء أيضا للحريات، نموذج سيء في عصر قيس سعيد بكل المقاييس الدولية، نموذج سيء نحو ديكتاتورية معاصرة جديدة لا تبالي لا بالمواطن التونسي الضعيف ولا القوي، ولا تبالي أيضا بالمواقف الدولية. كل المواقف الدولية أشارت إلى أنه مخطئ ولا بد أن يرجع إلى الشرعية الدستورية، لكن للأسف أقول هذه العبارة الصعبة هو أصم لا يسمع الآن، لا يسمع أحدا، ولا أدري كيف يتحادث مع مستشاريه، من هؤلاء المستشارين الذين يقترحون له مثل هذه المقترحات المدمرة لمجتمعهم. نحن أمام مشهد غير مسبوق، وربما أقول الخروج من هذه الأزمة الخطيرة يمر عبر جبهة الخلاص واتحاد الشغل، لابد من